الانفجار ما كان في البيت، كان في الحي الثاني. صار الانفجار، ركضت دغري تشوف مرتي واولادي، لقيت بنت الكبيرة شلعها على الحي ميتة، وبنت عم تصرخ بابا بابا بابا. دغري ركضنا انا والشباب، علينا السقف شوي، طلعناها ورجع عشرة البيت مرة ثانية. اجى الدفاع المدني، طالع مرتي ميتة، البنت الصغيرة ميتة، وهذه كانت ميتة يعني. وفي بنت هاي اللي طلعوها من تحت، كانت السقف من تحت هي كله اجري وقاعد عليها السقف. انقذناها، اخذناها على الدفاع على الجامعة الامريكية، وصاحبة البيت ثاني يوم لا قدروا يطلعوها. على المستشفى كانت بالعناية المشددة، من العناية الفائقة، غايبة عن الوعي، ضلت شي 10 أيام. هلا صحت شوي عم تحكي، بس وجريا خطر، ما بعرف يعملوا لها عمليات، ما بعرف بيشقوا لها بهون مش عم يشتغلوا الشغل. خي دكاترة هني بيعرفوا شو بدهم يعملوا، ما كانت هيك مرمين، شقوا هيك لحتى على الشرايين تفتح تشتغل. خيين عم يخضعوا العمليات، بيقولوا لي كل يوم في عملية، كل يوم عم يشتغلوا. ما بعرف، انا بتمنى بس انه تصح البنت، ما بدي ترجع تمشي على الجاية يعني. هذا